أيها الشعب، سأعمل بأسرع ما يمكن لجعلكم تعيشون سعداء لمستقبل أفضل، وعلى كل واحد منكم المساعدة في هذا الواجب. كان وطننا في الماضي ذا شهرة وقوة، وإن عملنا باتحاد وتعاون فسنعيد ماضينا مرة أخرى، وسيكون لنا المحل المرموق في العالم. كانت عمان بالأمس في ظلام، ولكن بعون الله غدا سيشرق فجر جديد على عمان وأهلها. عليكم السلام بنتي، كيف حالك؟ جدي، وش يعني العيد الوطني؟ العيد الوطني يعني تجديد الولاء للسلطان وهذه الأرض الطيبة، عيد مولانا السلطان. العيد يعني نحتفل بما حققناه من نجاح ونجدد العهد بالمحافظة على المكتسبات. كل عيد جديد نضيف منجزات ونحقق أحلام في يوم من الأيام كانت من المستحيلات. بابا وقف. ودينا أباك ذا ناشونال داي. It's بابا خابوس بيرثداي. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لخدمة وطننا، وأن يمدنا بعونه، إنه سميع مجيب الدعاء. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. وكل عام وبلادنا العزيزة وأبناؤها الأوفياء في خير ومسرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hi sisters! Look what I've got! One of my classmates gave it to me, and she told me that tomorrow is gonna be National Day, and the National Day is Sultan's Caboose's